ايوه فحصلت موضوع كورونا والحال اللي هو المنتشر ده، فالكلام ده كان سنة فاتت. دلوقتي المهم ان احنا بطل لما انا نزلنا شيلناها مبلغ كبير، حال عليه الحال دلوقتي، حال عليه زكاة. يعني الفلوس هذه التي جمعوها للمرأة من أجل ماذا؟ علاجها من الكورونا؟ لا، من اجل الحج. من أجل الحج. تعال، حال عليها الحال دلوقتي، هل عليها انا زكاة. ناوي بلغ النصاب، حال عليها زكاة؟ يعني المال ملك لشخصية. أبناءها جمعوها، ها؟ أبناءها جمعوها عشان تنال كده بالحج. المال أصبح ملكا لها الآن. أصبح من غيرها في أصبح الغالب. ملكها بعد ما تملكته. مرت عليه سنة أم لم تمر؟ مرت عليه سنة. آه، تخرج عليه زكاة.